دكتور ألكسندر تحديدا، ربما دعنا نتحدث هنا معك عن الدعم العسكري الغربي الأمريكي تحديدا الغير مسبوق الذي سيقدم لأوكرانيا، يعني في ظل الأرقام نتحدث عن ما يقارب تقريبا مليار دولار خلال أقل من أسبوع لأوكرانيا. مع ذلك الرئيس الأوكراني يطالب بالمزيد من الدعم، ما الذي يريده تحديدا اليوم الرئيس الأوكراني؟ نريد إغلاق الأجواء يعني على أوكرانيا، يعني حرب الجوع، يعني لأنه صراحة الحملة الروسية الهمجية على البلاد عم تدمر الناس، عم تدمر السكان. يعني شوف، احنا سمعنا كلام زخارو اللي هي يعني أكبر سو دعاية الروسية يعني بالنسبة للجانب الإنساني والآخر والرشد للحكومة. احنا نعمل كل ما نعمل يعني في إطار ميثاق الأمم المتحدة، احنا ندافع عن أنفسنا. أما الروس يعني بعد ما اختنقت العملية العسكرية الروسية على الأرض لجأوا إلى أسلوبهم المطبق عليه في سوريا لتعلمه في الأراضي السورية، تدمير المباني، تدمير المساكن، تدمير الممرات. يعني البارح دمروا، قصفوا مسرح كبير، يعني مسرح بالمناسبة مسرح روسي يعني للمسرحيات الروسية الناطق باللغة الروسية. كان الناس في مدينة ماريوبول استخبوا يعني في المبنى الأسفل يعني من هذا المسرح، وتم قصف هذا من قبل القوات الجوية الروسية. يعني فهم يقولون عن المساعدات، يعني هذا كلام غش، كلام صراحة احتكار، يعني كلام استفاقة. فاحنا ما نقبل بهذا الأسلوب يعني أبدا. يعني أما بالنسبة للمساعدات، السؤال يعني بالنسبة للمساعدات العسكرية، دكتور ألكسندر، في ظل ما تتحدث عنه بأنه باتهام بأن روسيا من قصفت هذا المسرح، يعني تطرح تساؤل لماذا مع أنه روسيا حملت كتيبة أزوف الأوكرانية بمسؤولية تفخيخ هذا المسرح؟ شوف، بالنسبة للأزوف يعني كتيبة أزوف يعني روسيا تشوفه في كل مكان. يعني إذا بتصدق كلام الروس يعني أزوف موجود في كل أوكرانيا، هو الأزوف الوحيد اللي يحارب. يعني احنا مش أزوف يعني بس، يعني عندنا جيش نظامي وجيش قوي، وعلى ما يبدو الجيش يعني هم عندهم ما يسمى بالجيش الثاني في العالم، لكن الجيش الأوكراني من حيث إدارة القتال، من حيث جاهزية القتال، وبالذات من حيث المعنويات أعلى درجة يعني من الروس. يعني احنا دمرناهم في الأرض يعني، وبعدين شو عملوا؟ يعني لجؤوا لأسلوبهم، أسلوبهم تخويف، يعني أسلوبهم قتل الناس، أسلوبهم تخويف الناس يعني عن طريق تدمير المباني. دمرت مدينة المينا الجنوبي ماريوبول، مهمة جدا اقتصاديا يعني بالنسبة لنا في بحر الأزوف. يعني فهذا المسرح موجود كان هناك. يعني شوف، أزوف هو اسم المنطقة، اسم الكتيبة. في هناك أحد الكتائب يعني في إطار الحرس الوطني يعني تحمل إلى حد الآن هذا الاسم. يعني أما هو يعني مجرد وحدة عسكرية من ضمن الوحدات العسكرية، فعملوا منه أسطورة إنه هذا مش عارف إيش، يعني أي شيء بيخوف، يعني مش عارف، هذا مجرد كلام دعاية يعني. أما الحقيقة غير هيك. يعني الحقيقة إنه هما يعني صراحة أسلوبهم همج جدا، يعني واخترقوا كل القوانين الدولية. اليوم نزل قرار يعني من محكمة العدل الدولية يدينهم ويناديهم لوقف القتال.